حقهم ودي بلدهم يصلوا في المسجد الأقصى في وقت ما هم عاوزين. دخلوا المسجد الأقصى في أول رمضان وبدأوا يتجمعوا ويصلوا جماعة، يصلوا الفروض كلها لغاية العشاء، صلوا القيام وبقوا كتير جدا، ملوا ساحة المسجد الأقصى، بلدهم حقهم، محدش له حاجة عندهم. ليه تعتدي عليهم؟ ليه تعترض طريقهم؟ ليه تحرمهم ان هم يأدوا شعائر ربنا ويأدوا فرض ربنا في المسجد الأقصى في بلدهم في أرضهم؟ اليهودي الغدار اقتحم المسجد الأقصى وبدأ يصطاد المصلين وبدأ يستفزهم وبدأ يضرب غاز مسيل الدموع وبدأ يطلق رصاص حي. كل ده على مين؟ على أصحاب الأرض، على أصحاب المسجد، على الناس اللي حقها إن هي تكون متواجدة في التوقيت ده وفي المكان ده أو في أي توقيت تاني هي عايزاه. مش حقك، مش حقك إن أنت تقتلهم وهم بيصلوا، مش حقك، أنت غدار، أنت خاين. اليهودي الخنزير يقتل الناس اللي بتصلي اللي جوه مكانها وجوه أرضها اللي معاها الحق. بس دايما اللي معاه الحق بيبقى محتاج لقوة تسنده، لقوة تحميه. للأسف هم عزل، إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين عزل من غير سلاح. طبيعي إن هم معهم الحق بس ما معهمش القوة، معهم ربنا بس السلاح موجود على الأرض وللأسف متوجه لصدورهم، وهم في أرضهم وهم في المسجد الأقصى وهم في مكانهم، والمغتصب الغدار بيقتلهم. إحنا فين؟ فين العرب؟ فين المسلمين؟ ولا إحنا شاطرين إن إحنا نصفي بعض بس، شاطرين إن إحنا نقتل بعض بس، نموت بعض بس عشان أطماع دنيوية. والمسجد الأقصى اللي الرسول راح صلى فيه وكل الأنبياء صلوا فيه اللي هو يعتبر رمز لديننا ورمز لينا كمسلمين بيغتصب وبينهار. إخواننا الفلسطينيين اللي في بلدهم وعلى أرضهم بيتقتلوا هم بيصلوا فيه. اتوحدوا يا عرب، آن الأوان إن أنتوا تتوحدوا ضد المغتصب الغدار. لك الله يا فلسطين. حكام العرب ما تسيبوش إخواننا الفلسطينيين يتقتلوا بالشكل ده. إخواننا العرب اتحدوا، إخواننا العرب العدو الوحيد هو الصهيوني. إحنا مش أعداء بعض، إحنا إخوة، لازم نقف مع الحق. إخواننا الفلسطينيين معاهم الحق ولازم إحنا نكون وراهم. شكراً.